ده هنعمل مع بعض طاجن فريك بالكبد والقوانص وهنعمل فراخ مشويه في الفرن. طب يلا هنبتدي بايه بقى؟ هنعمل ان شاء الله طاجن الفريك. طب قولي لنا مقاديره الاول. اوكي. معانا بصله مقطعينها، معلقه سمنه او زبده، طبعا ربع كيلو، يعني انا جايبه هنا ربع كيلو فريك مغسول ومنقوع، ومعاه ربع كيلو كبد وقوانص وملح وفلفل. تمام يلا. وممكن اللي بيحب بقى الحاجه حراقه وكده فهنحط قرن فلفل. يلا بينا نبتدي. تمام ماشي. احنا قلنا ان احنا نقعين الفريك مغسول ومنقوع، ده اهم حاجه. دي ايه بقى؟ يعني ماكسيموم ساعه، يعني عشان كمان يبقى واخد راحته وان هو ما يبقاش ناشف معانا واحنا بناكله، بتبقى مأساة. بيبقى صعب جدا. هنستنى بس الوك هنا يسخن شويه وبعد كده نجيب معلقه. طيب يلا بينا نسيب. انت هتنزلي بالسمنه الاول؟ اول ما تسخن هننزل على طول بالكبد والقوانص. يعني قد الفريك قد الكبد والقوانص؟ يعني ربع يعني لو انا عايزه اكتر دي بقى يعني هو يعني هيعمل لنا طاجن حلو كده صغير، يعني يكفي فردين مثلا او فرد واحد طبعا. وهنحط بقى البصل، بس هنستنى ثواني بس السمنه بس تسخن. ممكن نعلي عليها؟ انا معليها. تمام. هنا طبعا الكبد والقوانص لازم نغسلها كويس. أيوة. ونقطعها، وعشان برضو ما يبقاش فيها اي زفاره او اي حاجه بنعصر عليها ايه، عصره ليمون. تمام. أيوة. مش خل؟ لا، الخل بيخلي الحاجه يبقى فيها نسبه زفاره. فاحنا لا، احنا هنحط ثواني بس استاذن. واحنا خلنا وبعد كده هننزل بالكبد والقوانص. هنحط كل حاجه. معلش ثواني بس نقسم. هننزل الاول بالبصل. بس خلاص مش مشكله، هنشوح البصله كويس. احنا مش عايزينها تدبل قوي صح؟ لا لا، هي دوبك بس متوسطة. اللون اللي هو لونها بس يتغير معانا، وهننزل على طول بالكبد والقوانص. ودي بهاراتهم ايه بقى عشان مش عايزين هنحط لا مش هنحط اي بهارات خالص غير هو ملح وفلفل بس كده. احلى حاجه، يعني ده مش الفريك بالذات مش بيحب البهارات الكتير عشان يبقى طعمه ظاهر، يعني طعم الفريك بيبقى مش عايز اي حاجه انا يعني. عايزه اقول لك كمان اولادي في البيت بيحبوا جدا يعني. لا ما هو الطاجن ده تمام قوي. الفريك هيمشي مع اي حاجه، يعني كبد وقوانص، لحمه، حمام بقى طبعا. حمام ده قصه ثانيه. لا واحنا مشهورين كمان بالحمام. خلاص البصله ابتدت تدبل اهي، ننزل بقى بالكبد والقوانص. هننزل بالكبد. وهنحط معانا مكعب مرق. لحد بس ايه ما تاخد لون، وبعد كده هننزل بالفريك. احنا غسلينه ونقعينه، اهم حاجه يكون مغسول ومنقوع. هننزل فلفل اسمر، معلقه ملح، وبرده الملح يعني حسب الرغبه، ما ننساش طبعا ان احنا حاطين مرق فهيكون ايه. واحنا شغالين هننزل بقى بايه، بعصره الليمون كده، بس سنه بسيطه مش هنكملها كل مش انا قطع عليها وانا غسلاها وكل حاجه وكمان حط عليها ملح وهي بتتغسل. بتديني احساس المزازه الليمون. خالص بيروح. هي كمان عشان الليمون بيخلي لونها فاتح زي ما هو، ما تغمقش او ما تحسيش ان لونها هنجيب بس السكينه، نجيب
هنعمل ايه؟ هنقطع الفلفل الفلفل. اه ده بقى اختيار، عايزينه حار حطه حار. مش هنحطه كله؟ اه. بس هو خلاص بالصلصه. بالصلصه؟ اه عارفه طاجن الفريك بالصلصه. نفس الطريقه كده، بس بنعمل بقى عصير طماطم. بدل ما هنحط ميه يعني هتبقى شويه ميه صغيرين. بقى هننزل دلوقتي بس بالفريك الاول ونعمل عصير طماطم عادي جدا. واكل بدل ما هنحط الميه هنحط عصير الطماطم. طب الفريك يقعد قد ايه على النار بقى عشان يفتح؟ لا هو طالما مغسول ومنقوع كويس يعني ما بياخدش ازيد من 10 دقائق، ممكن اقل كمان. حلو ده غدا يعني، او افكار كثيره بنعملها. عشان الواحد بس بيزهق من فكره ايه ده اعمل ايه كل يوم افكر انا عايزه اكل ايه النهارده. طيب هتاكلوا ايه يا اولاد؟ لا دي يا ماما شوفي انت بقى يا ماما اي حاجه اي حاجه.